السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومشاهدين ديال مغارب نيوز، الاخ يوسف، المحبين ديال سجيدة والمحبين ديال هذه القناة ديال مغارب نيوز، جيت اليوم نبشركم بأن سجيدة أخيرا تحقق لها الحلم ديالها وهي فرحة بالكعبة الحمد لله، وأدت العمرة الأولى ديالها والعمرة الثانية ديالها وراها فرحانة بزاف. وكنشكركم بزاف، نشكركم على الدعم ديالكم وعلى الدعاء ديالكم، ونوجه كلمة شكر لذاك السيد اللي عطى وهب العمرة لسجيدة، الله يجازيه بالخير والله يثبت العمل ديالو. وسجد راه ابنه بارا راه جاش معاها شاف جدها وجداها، الله يرحم لكم الوالدين، لان كثير مني قال لها زعما شي حاجه اللي كتمناي، قالت لي كنتمنى بغيت جدي يمشي معايا وجدايا، قال لها مسكين ما خسرش ليها، قال لها مرحبا. وسجد باقا محتاج الدعم ديالكم والدعاء ديالكم، كنشكركم بزاف. وسجد راه بنتكم، و نقول لكم بصراحه ما نسيناكمش من الدعاء، وكنشكر الاخ بزاف، الله يثبت العمل ديالك والله يرحم لك الوالدين على هذا العمل اللي درتي معانا، وبينتيني لخوتي المغاربه اللي تعاطفوا مع بنتهم سجيدة. الحمد لله الدعم ديالكم والدعوات ديالكم واقفين معاها، هاي الحمد لله جابت الامتحانات ديالها كيف ما سبق لي وقلت لكم، وجابت معدل تبارك الله ما شاء الله عليها معدل زوين. وكنشكركم بزاف وما تنسوناش من الدعاء، وكذلك ونحن كذلك ما نسيناكمش من الدعاء. وصراحة كاين واحد شوية ارتباك، لأن ملي كتوقفي أمام هاد المكان المقدس أطهر بقعة على وجه الأرض، وكنبغي نقول من هذا المنبر ديال قناة مغارب نيوز، أنا أي واحد في الحق ديالي أنا مسامحة ليه، لأن ملي جيت هاد البلاصة كنحس براسي راه تولدت من جديد. والحمد لله ربي غادي يكرمني، أكيد غادي يكرمني، وبنياتي غادي يوصلوا، وبالمجهودات ديال خوتي المغاربة تا همايا اللي واقفين معايا بالدعاء. وما تنساوش سجيدة بنتكم، لأنها باقا في المحنة ديال الدياليز، وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة مغارب نيوز، السلام عليكم عمي يوسف، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بإذن الله، وتكونوا بخير صحة جيدة إن شاء الله. أنايا الآن أمام الكعبة المشرفة، الحمد لله شعور جميل جدا، وكنشكر السيد اللي ولدني هذا العمر، الله يرفع عليا ربي غدا يوم القيامة أضعافا مضاعفة يا ربي، ويجعلني قصرا في الجنة إن شاء الله مع الأبرار والصالحين.